دي دبابه مدفع 120 ملي ودرع سميك بيخلي وزنها يوصل لحد 75 طن وسرعه توصل لحد 70 كيلومتر في الساعه. الدبابه هي راس الحربه بالنسبه للقوات المدرعه. اما دي مش دبابه، دي انفنتري فايتنج فيهيكل او مركبه مشاه قتاليه. مدفع 25 او 30 ملي ودرع خفيف بيخلي وزنها من 25 ل 30 طن. بالاضافه لقدرتها على نقل من 8 الى 10 مقاتلين مشاه بكامل تسليحهم الى ارض المعركه. والهدف منها هو تقديم الدعم المباشر للدبابات وفي نفس الوقت تخلي فرق المشاه قريبه من الدبابات. اما ده مش دبابه، ده مدفع ذات الدفع. مدفع عيار 155 ملي ودرع خفيف بيخلي وزنه من 25 الى 30 طن. والهدف منه هو تقديم الدعم الغير مباشر لفرق الدبابات وفرق المشاة اللي موجودة على طول خط الجبهة. العامل المشترك ما بين الثلاث عناصر دول هو عامل السرعة، ودايما بيستخدمه كمنظومة تسليح واحدة في كل الجيوش الحديثة. اما الشخص ده فهو فيلد مارشال هانز جوديريان، وهو السبب الرئيسي وراء تطوير المنظومة دي. وتعالوا نكمل كلامنا عن هانز جوديريان الجزء الثاني والاخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسني واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج وور باص، البرنامج باختصار وور اند بزنس، الحرب والبزنس. اسم هانز جوديريان في التاريخ مرتبط بثلاث عبارات مشهورين جدا. العبارة الأولى هي أبو الدبابات، العبارة الثانية هي البانزر ديفيجنز أو فرق الدبابات، أما العبارة الثالثة فهي البليتس كريك أو حرب البرق. في الجزء الأول عرفنا ليه اسم مرتبط بأول عبارتين، وفي الجزء الثاني هنعرف ليه اسم مرتبط بالعبارة الثالثة. ونبدأ حلقة النهاردة في أكتوبر 1939 مع بداية التخطيط لغزو فرنسا. رئاسة الأركان الألمانية بتقترح خطة مشابهة تماما لخطة غزو فرنسا في الحرب العالمية الأولى. خطة بتفتقر لعنصر السرعة والمفاجأة وتسببت في تورط الجيش الألماني في حرب استنزاف مدتها 4 سنين خلال فترة الحرب العالمية الأولى. إريك فون مانشتاين أفضل جنرال في الحرب العالمية الثانية بيقترح خطة بديلة، وهي غزو فرنسا عن طريق غابات أردينز الفاصلة ما بين فرنسا وألمانيا. وهتلر بيوافق على الخطة دي لأنها بتمتلك عنصر السرعة والمفاجأة. فرق الدبابات بقيادة هانز جوديريان بتكون هي رأس الحرب بالنسبة للهجوم، وعلشان ينفذ العملية فهانز جوديريان بيكون تحت قيادته 50% من الدبابات الألمانية، 1100 دبابة من أصل 2400 دبابة بتمتلكهم ألمانيا. وهنا بيظهر قدامنا أهم مصطلح في تاريخ الحروب الحديثة، وهو البليتس كريك، حرب البرق، وهي الحرب اللي مبنية على عنصر السرعة والمفاجأة. الجيش الفرنسي اللي لسه غرقان في ذكريات الحرب العالمية الأولى بيكون أول ضحايا البليتس كريك، وبتنتصر ألمانيا انتصار ساحق على فرنسا خلال 21 يوم. إلا أن هزيمة فرنسا ما كانتش بسبب التفوق الألماني، وإنما كانت بسبب سوء التخطيط والقيادة الفرنسية. القيادة الفرنسية كانت لسه بتفكر بعقلية الحرب العالمية الأولى، في حين أن هانز جوديريان كان داخل عليهم بنوع جديد من الحروب، حرب البرق، البليتس كريك. فرنسا كانت متفوقة عدديا ونوعيا على ألمانيا خلال فترة الحرب. على سبيل المثال فرنسا كانت بتمتلك 3500 دبابة، في حين أن ألمانيا كانت بتمتلك 2400 دبابة بس، وده من غير حساب الدبابات البريطانية اللي موجودة في فرنسا وفي بلجيكا. التفوق الفرنسي ما كانش تفوق عددي بس، وإنما كمان تفوق نوعي. على سبيل المثال الدبابة الفرنسية من طراز شاربي والدبابة البريطانية من طراز ماتيلدا 2 كانوا متفوقين على الدبابات الألمانية من طراز بانزر 3 وبانزر 4، إلى أن الألمان امتلكوا سلاح سري موجود داخل دباباتهم وهو جهاز اللاسلكي، في حين أن الدبابات الفرنسية والبريطانية كانت بتعتمد على الإشارات اليدوية في المعركة. جهاز اللاسلكي اللي هانز جوديريان أصر على وجوده في كل الدبابات الألمانية كان هو عنصر الحسم، لأن هو ساهم في سرعة التنسيق والتواصل ما بين الدبابات، والنتيجة هو انهيار فرنسا السريع خلال 21 يوم. انهيار فرنسا السريع الغير متوقع دخل هتلر وكل الجنرالات الألمان في حالة من حالات الأوفر كونفيدنس أو الثقة الزايدة عن اللزوم، واللي ترتب عليها حاجة أخطر وهي الكومبليسنسي أو التراخي. كلمة الكومبليسنسي أو التراخي كلمة خطيرة جدا ومهمة جدا، وهستخدمها كتير قدام وأنا بتكلم عن انهيار دول وانهيار شركات. والكومبليسنسي أو التراخي هي حالة من الاطمئنان الزايد في قدرتك على أنك تنتصر على الشخص اللي قدامك. بعد هزيمة فرنسا هتلر ورئاسة الأركان ومعظم الجنرالات الألمان بقى عندهم ثقة عمياء في أنهم يقدروا ينتصروا على السوفيت، وبناء على الثقة العمياء بدأوا يرتكبوا أخطاء مخابراتية قاتلة، ومن ضمنها سوء تقدير بشع لقدرات السوفيت القتالية. ضيف على كده الاعتماد على خطة غزو ضعيفة مبنية على معلومات قليلة جدا ومعظمها غير صحيحة. وهانز جوديريان بيأكد الكلام ده بمقولة شهيرة ليه،
زمن عدم اهتمام الروس بالتكنولوجيا والصناعة قد انتهى، وان انتصار ألمانيا على روسيا صعب جدا اكتر من اي وقت فات. يونيو 1941، وعلى الرغم من كل المخاوف بتبدأ عملية غزو الاتحاد السوفيتي. البداية الألمانية كانت قوية، لكن مع الوقت بقى واضح جدا ان غزو فرنسا مش هيتكرر مرة تانية. وكدليل واضح على ضعف المعلومات الألمانية قبل الغزو، فالجيش الألماني بيصطدم ويتفاجئ بالدبابات الروسية من طراز T-34 وKV-1، واللي كانت متفوقة تفوق واضح جدا على الدبابات الألمانية، لدرجة ان هانزو جوديريان طلب من رئاسة الأركان الألمانية تصنيع نسخة من الدبابة T-34 للجيش الألماني، وده علشان يعوض العجز الواضح عنده في المدرعات. سبتمبر 1941 ومعركة كييف، هانزو جوديريان بقواته بينجح في عمل أكبر حصار في التاريخ لأي قوات. تم حصار 600,000 مقاتل روسي، لكن قواته استنزفت، وبقى واضح جدا ان الجيش الألماني داخل على حرب استنزاف جديدة زي الحرب العالمية الأولى. 4 أكتوبر 1941 الجيش الألماني بيبدأ أوبريشن تايفون، وهدفها حصار واحتلال مدينة موسكو. لكن في نوفمبر الألمان بيدركوا ان القوات الألمانية الموجودة غير كافية لاحتلال المدينة. 14 نوفمبر السوفيت بيبدأ هجوم مضاد، ومع بداية هجوم السوفيت المضاد بيضطر الألمان للتراجع. 25 ديسمبر 1941 وبسبب التراجع من موسكو، هتلر بيعزل هانز جوديريان من القيادة، وهنا عمليا الحرب انتهت بالنسبة لهانز جوديريان، لأنه ما بيتولاش أي قيادة ميدانية لحد نهاية الحرب، وده بسبب حالة الكراهية بينه وبين رئاسة الأركان الألمانية، واللي كان سببها الخلافات اللي حصلت في موضوع تشكيل فرق الدبابات. سبتمبر 1942 وبعد معركة العالمين الأولى، إيروين رومل بيرجع ألمانيا علشان يتعالج. رومل في فترة العلاج بيقترح أن الشخص الوحيد اللي يقدر يحل محله في أفريقيا هو هانز جوديريان، لكن رد رئاسة الأركان الألمانية أن هانز جوديريان مرفوض. أخيرا في مارس 1943 هانز جوديريان بيرجع مرة تانية، ولكن في دور محدود جدا وبعيد برضو عن القيادة الميدانية. دور الجديد بيكون الإشراف على القوات المدرعة وتدريبها وتطوير سلاح الدبابات الألماني، لكن بسبب تدهور وضع ألمانيا في الحرب نتائج هانز جوديريان بتكون ضعيفة جدا. وبيستمر هانز جوديريان في نفس الدور ده لحد يوليو 1944 مع تنفيذ آخر محاولة اغتيال لهتلر، وهي العملية فالكري. بعد آخر محاولة اغتيال، هتلر بيفقد الثقة في كل اللي حواليه، فبيعين هانز جوديريان رئيس للمحكمة المشرفة على محاكمة كل المشاركين في اغتياله. المحاكمة كانت سورية، ودور هانز جوديريان كان شرفي. أخيرا في 10 مايو 1945 بيستسلم الأمريكيين وتنتهي الحرب بالنسبة لي. ولو هنلخص رحلة هانز جوديريان في الحرب العالمية الثانية، فهنقول إن دور العملي كان محدود، واللي أقصده هنا هو دوره في القيادة الميدانية في المعارك. دوره الأكبر بيكون في إصراره على تطوير سلاح الدبابات الألماني وتطوير القوات المدرعة بشكل عام، ويحسب ليه إصراره على تشكيل فرق الدبابات على الرغم من المقاومة الشرسة اللي كان بيواجهها، وده اللي حفر اسمه في التاريخ كواحد من أشهر الجنرالات في التاريخ العسكري الحديث. والدرس العملي المستفاد من قصة هانز جوديريان هو إنك لو مقتنع بفكرة فلازم تصر عليها وتدافع عنها. دفاعك عن الفكرة وإصرارك عليها هينسب الفكرة إليك. وبكده أكون وصلت للنهاية في كلامي عن هانز جوديريان. إذا عجبتك الحلقة دوس لايك ما تنساش، واشترك في القناة لو مش مشترك، وأهم حاجة يهمني رأيكم في الكومنتات. وأخيرا شير في الخير، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.